بسم الله. الكلام الطيب من صحيح الدين، وصحيح الدين يكتمل باللسان الطيب والقول الحسن وبعض المجاملة لا تضر. أهلا بك مولانا. أهلا وسهلا. من صحيح الدين كمان أن أنت يكون لسانك رطب بذكر الله، وكمان لطيف مع الناس، لا تزعج الناس، لا تؤذي الناس. اللسان الطيب ده زي بقول لسان حصانك. الكلام الطيب واللسان الطيب موقعه في صحيح الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أنا أبدأ بهذا الكلام النبوي: الكلمة الطيبة صدقة. الله. فبلا شك الكلام الحسن هو يتفق مع حسن الإسلام. الإسلام جاء بكل أمر حسن، ولذلك حتى في معاييرنا في إطار الأحكام عندما ننظر في أمر ما أيا كان هذا الأمر قول أو فعل، فبنشوف ما درجته ومواقعه من ناحية تحقيق المصلحة والإحسان والمعروف وإيجاد قدر من التعاون. كل دي مصالح في الحقيقة. فإن وجدنا أن قولا ما يحقق مصلحة حتى وإن لم يأتي به نص، ما جاش نص بخصوص، يعني ما قالناش اعملوا كذا في هذا الموطن، احنا في هذه الحالة نتجه إلى ما يعرف بالأدلة التي يعني يشهد لها النص لكن تخرج عن دائرة النصوص الجزئية. طبعا دي عملية فنية في الفترة شوية. بس ده مش يدخلنا في مشكلة الابتداع؟ لا، مفيش ابتداع، ما احنا دايرين في فرق الشريعة، ما زلنا في فرق الشريعة. يعني شوف سيادتك، الشريعة نعتبرها بأنها الذي أوحي به إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يمكن أن تضمه في موطن معين، كويس، في إناء معين. كلنا لما بناخد أحكام من هذا الإناء، الإناء الطيب الطاهر، لأن الطيب الطاهر عظيم. المعصوم عظيم. اللي هو بتاخد منه أدلة وبتاخد منه أحكام، وده بحر واسع بالفعل، بيعطيك مساحة كبيرة جدا. فلما تفقد كل الأدلة اللي انت مش لاقي النص اللي يدل لك في هذا الإناء، تروح تقول له والله يديني حكم شرب الشاي، يقول له والله أصلا مش لاقي كلمة الشاي في الإناء في الوحل، ما نصش وقال لا تشربه ولا قال اشربه. فبنيجي نقول طب ايه الشاي ده، خدت بال سيادتك؟ فبيطلع ان الشاي ده مصنوع شجرة معينة، بتجفف الأوراق بتاعتها ثم تطحن، ثم بآلية معينة ممكن يكون شاي أخضر أو شاي أحمر أو ما شابه ذلك. طيب هو إيه صلته بالمسكرات؟ لا، ما فيش مسكرات. جميل. إيه صلته بالمفترات؟ ما فيش مفترات. طيب ننتقل إلى سؤال ثاني: هل هذا الشاي يضر بشهادة الأطباء القليل منه ضرر والكثير ضرر، ولا هو في الذي ما بضرش، شأن أي مأكول أو مشروب؟ جميل. المبالغة فيه تضر ولكن التوسط فيه لا يفعل شيء، خلاص يبقى في دائرة المشروعية. أيوة. بس مش لاقي له هنا. مش في المسمى نفسه. في المسمى نفسه. لا، لكن موجود في الدائرة. لكن ما زلنا بقى أنا ما وصلتش لمشروعية شرب الشاي بهذه الطريقة إلا من دلالة النصوص. مظبوط. فأنا راجع لهذا الإناء. مزبوط. الذي فيه الوحي الشريف إذا جاز لي التعبير يعني. فإذا بناء على ذلك، الكلمة الطيبة هي داخلة في دائرة محاسن الإسلام، هي بالفعل مما يتفق مع ما دعا إليه الإسلام، هي زينة المسلم بلا شك. اللسان الطيب، الكلمة التي تخرج ولا تؤذي أحدا. نلحظ كثير جدا مما أطلقنا عليه فيما بعد كلمة تنمر. أيوة. أن أنا بأرى بأن إنسان به معنى معين فأتنمر عليه، لكنني لو أعلم أن هذا الإنسان جمع كمال الكون في هذا الجسد أيا كان دينه أو أيا كان عرقه أو أيا كان لونه، لكنه بما فيه، بما أودعه الله فيه من مظاهر
عظمة الخالق سبحانه وتعالى وقدرة الخالق سبحانه وتعالى على هذا التكوين المبدع، لا انحنيت إجلالا لهذا المخلوق من الله سبحانه وتعالى. إذا هذه القضايا، الكلام البذيء أو الكلام التنمر اللفظي ده، التنمر اللفظي ده مؤذي وحش طبعا، وقد تجرح وصعب وحرام، لا وقد يقتل، الكلمة تقتل بلا شك، حرام أن يؤذي الإنسان، التنمر حرام. ولذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عن القسم الآخر في إزاء الإنسان، فلانة صوامة قوامة، تصوم الليل تصوم النهار وتقوم الليل، قال هي في النار. لماذا؟ قال لأنها كانت تؤذي جيرانها بلسانها، فإذا كأن الأذية دي رتبة عظيمة وكبيرة من الكبائر عند الله سبحانه وتعالى، وللأسف احنا بنقع فيها بصفة متكررة. احنا الجيران بيؤذوا بعض بشدة، ولذلك لا، الإسلام كله لطف، المعاملة يعني الكلمة الطيبة في الصباح وفي المساء وفي الملاقاة. طب في رمضان الجيران يعملوا ايه عشان يبقوا باللطف ده؟ الجيران في رمضان اولا عليهم ان يتعاونوا على البر والتقوى، لقوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. يعني ولاحظ سيادتك ان كلمة العدوان والإثم فيها من العموم. ايوه، يعني كل ما يضر وكل ما يؤذي وكل ما يخالف وكل ما يعد معصية لله عز وجل لا تتعاونوا في هذا المجال. طب نتعاون فيه؟ قال تعاونوا على البر والتقوى، والبر لفظ فيه عموم، يعني كل ما هو بر وكل ما هو فيه تقوى علينا أن نتعاون في هذا المجال. ثم الكلام يكون يعني طيب، لأن الصوم يهذب اللسان، لا يليق للإنسان يكون صائم ويكون فاحش القول. فحش القول هذا بيقلل من درجات الثواب في الصيام، ولذلك الإنسان يجاهد نفسه حتى لو كان معتاد على ذلك، يجعلها فرصة الآن في شهر رمضان إن هو يبتعد عن هذه السلوكيات الخاطئة. الكلمة الطيبة بتحسن المناخ المجتمعي بشكل عام. نعم صحيح، يعني أقرب لأكسجين إضافي للمجتمع، ولذلك طاقة إيجابية. القرآن الكريم شبهها بالشجرة الطيبة. أيوة، ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة، ويقول ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة. الشجرة الطيبة هي التي تثمر وتجدها تعطي ظلا وتحتوي من تحتها وتعطي جوا فيه في دفع أذى الشمس وحرارة الشمس ودفع كل ما يضر، تجد فيها كل الخير. لكن الشجرة الخبيثة هي التي تؤذي ولا تثمر عن شيء. الكلمة الخبيثة هكذا ليس من ورائها فائدة إلا الإيذاء فقط. الكلمة الطيبة مرققة للقلوب، بتجذب الإنسان نحو الإنسان. يمكن لو أنا قابلت سيادتك دون معرفة سابقة وقضبت في وشك كده ويعني زعلت شيء قفلت، على طول بتحس تفاعل سلبي على طول. لكن لو أنا يعني وجهي طلق وقابلتك بابتسامة وكلمتك كلام طيب فتحت لي سفر، فبلا شك بنؤسر هذا الإنسان أمامي. الكلمة الطيبة صدقة، وبشاشة الوجه صدقة، أن تلقى أخاك بوجه طلق، كل هذه المعاني معاني طيبة موروثة عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن البعض بيستخدم الكلمة الخبيثة الآن أسوأ استخدام، استخدام سياسي حتى. يعني شوف سيادتك كم الشائعات اللي موجودة في المجتمع كلها من الكلمات الخبيثة، نتكلم في 90,000 شائعة سنويا. كل ذلك الإنسان مسؤول عنه. القرآن الكريم يقول ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وما يلفظ مش يتكلم فقط، يعني العلماء يقولون القلم أحد اللسانين، يعني كما تعبر بلسانك أيضا تعبر بقلمك عما هو في نفسك، وبناء على ذلك القلم كأنك عندما تكتب كأنك تتكلم.
فعندما يكتب الإنسان يعني منشورا على مواقع التواصل الاجتماعي ولم يتأكد من هذا المنشور هل هو يضر أو لا يضر، هل هو من مصادر موثوقة أو ليس من مصادر موثوقة، هل هو علم أو ليس، كل ذلك في الحقيقة سيسأل الإنسان عنه يوم القيامة. نشر الإشاعات حرام بلا شك، لا يجوز لي أنني أعلم بأن هذه شائعة لا أصل لها وأروج، وبعدين أروج هذا سأسأل عنه أمام الله سبحانه وتعالى. كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما يسمع أو بكل ما يقرأ. وإذا جاءكم فاسق بنبأ فليتبين، ولكن على كل حال يعني لابد من التوثق من الكلام الذي أقوله، لا أقول أي شيء كنت سمعته أو علمت به. ففي بعض الحالات قد أكون عالما بقول معين ولكن لا يجوز لي أن أقوله، لأن في قول إياه يرتب مفاسد عديدة. ولذلك الحديث الشريف كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما يسمع، كيف وأنا سمعته كيف يكون هناك إثم؟ لأن نقل إياه إلى الآخرين في الحقيقة قد يؤدي إلى مفاسد عريضة، فيكون أنا المتسبب في هذه المفاسد. والإنسان إذا جنى بقوله أو يعني جنى بلسانه أو بجوارحه على أحد واعتدى فإنه يكون معتديا، والاعتداء هو معصية ومرتب للإسم فضلا عن العقاب الدنيوي بقى لو كان فيه من يدخل في باب الكلمة الطيبة النصيحة الطيبة أو النصيحة الحسنة. نعم بلا شك، المؤمن أخو المؤمن وهو مرآة له، وعليه أن يبصره بأسلوب مهذب لا قيد حتى في مقام النصيحة. أيوة لابد أن يكون الكلام كلاما راقيا لا يؤثر إلا بالطيب. لكن إن كانت النصيحة ستؤدي إلى حتى بالكلام هو أنا بنصح ممكن أحرجه ستؤدي إلى شيء سلبي للغاية ويمكن أن ننتج عنه ضرر ويمكن أن ننتج تشاجر أيضا، لا أنا أكتفي. والمؤمن ذكي فطن في هذه المسألة، يعرف كيف يتكلم، ما هي العبارات التي يتكلم بها، ما هو الوقت الذي يتكلم فيه، ما هو من هو الإنسان الذي يتكلم إليه. كل هذه المحاور قبل أن ينطق بالكلمة لابد أن يكون قد قاس أثر هذه الكلمات على الآخرين، هل تؤثر ضررا أو مصلحة. والابتسامة في وجه أخيك صدقة أيضا. نعم وتبسمك، ما هو هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتبسمك في وجه أخيك صدقة، وإماطة الأذى عن الطريق صدقة. المسلم كأنه في كل لحظة من حالة يمكن أن يكون مصدر خير إذا ما أحسن الاستغلال والاستعمال واتبع الهدي النبوي، يمكن أن يكون مشيعا إشراقا ونورا وبركة للعالمين جميعا. والمسلم هكذا هو مثل الشجرة المثمرة التي ما إن قصدت أن تنزل رطبا وتنزل خيرا تجده ينزل الخير، وإذا ما قصدت بأذى فقط لمجرد الأذى تقف شامخة ولا تتأثر بشيء. من صحيح الدين أن يكون لسانك حلو وكلامك طيب وفعلك من أصل كلامك طيب عن طيب، والمسلم طيب حلوا وكلاما وفعلا. أخرج لفصل قصير وأعود لأسأل فضيلة المفتي أسئلتكم التي ترد إلينا عبر حسابات البرنامج الإلكتروني. أهلا بكم مع أسئلتكم وأسأل فضيلة المفتي. والسؤال: أنا صائمة ومصلية لكن غير محجبة، هل هناك إشكالية في هذه المعلومة؟ هي كما سبق بأن العبادات كل عبادة قائمة بذاتها، لها أركان لها شروط لها واجبات متطلبات شرعية. إذا أنا أحسنت هذه المتطلبات وأتيت بها على وجهها الذي ذكره الشرع تكون العبادة هذه صحيحة. وبعدين نأتي للعبادة الأخرى، يعني كل عبادة وحدها لها حسابها الخاص في ناحية ما تصح به. مظبوط، لها أركان لها شروط لها متطلبات ويساب عليها الإنسان.
ويساب طبعا نحن ظننا بالله سبحانه وتعالى ونعم أنه يأخذ بأيدينا يعني حتى وإن كنا مسيئين. يعني الله سبحانه وتعالى كريم غاية الكرم عظيم ليس بعد كرمه شيء. جميل. وعلى العبد أن يحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. أنا عند ظن عبدي بي ولذلك ما يصحش الإنسان حتى ولو كان كثير الذنوب حتى ولو كان كثير المعاصي حتى ولو بلغت معاصيه أن يقنط ما يمكن ألا يتصوره عقل مساحة وكما وعظما هي بجانب عفو الله لا شيء. الله. ولذلك لا يقنط. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. وأنا ممكن أسأل الله يغفر الذنوب جميعا. ممكن أسأل سؤال استطرادي؟ تفضل. هل يعذبنا الله؟ إذا عصيناه سبحانه وتعالى فيما أمرنا به قد يعذبنا. أليست رحمته وسعت كل شيء؟ وهنا نحن بنقول يعني إيه في عقيدتنا أننا في المشيئة الإلهية له أن يفعل بنا ما يشاء فنحن عبيده ينعم هذا ويعذب هذا هذا من فضل التسليم لكنه سبحانه وتعالى كتب على نفسه الرحمة ولذلك رحمته وسعت كل شيء ورحمته سبقت غضبه سبحانه وتعالى. اللي يشوف الحديث الشريف لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله خلق الرحمة 100 جزء أمسك عنده 99 جزءا وأنزل جزءا إلى الأرض يتراحم به الخلائق. الله الله الله. حتى إن الدابة لترفع حافرها عن وليدها خشية أن تصيبه. حتى الغرائز هذه من رحمة الله عز وجل الغرائز التي تفعلها الإنسان مقتضى الأمومة أو الأبوة إذا كانت الدابة بترفع فكذلك من رحمة الله أنا أودع في نفسي حبي لولدي فأنفق عليه وأربيه وأصبر وهكذا كل هذه من الرحمة إذا كان جزءا واحدا كلنا بنترحم به إلى أن تقوم الساعة منذ أن خلق الله آدم إلى أن تقوم الساعة والخلائق قبل آدم إلى أن تقوم الساعة هذا جزء واحد فما بالك ب99 جزءا التي تكون في الآخرة مدخرة لرحمة الله عز وجل. أعود لا شك أننا سنغلب. أيوة. وديب أيضا من الخطاب الذي ينبغي أن يسود تغليب الإحسان على الإساءة تغليب الرحمة على العذاب. حتى في القرآن الكريم لما تعمل إحصاء للآيات التي تناولت الرحمة ستجدها أكثر بكثير جدا من الآيات التي تناولت العذاب وهكذا. فنحن نحسن الظن لا نسيء الظن دائما في مسيرتنا هكذا ولا نتألى على الله ما نجسس بقى على الناس وعشان خاطر نعرف الخبايا ونعرف الأسرار. لا أنا إنسان يعني إيه يعني من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني عظيم. أرجع لي غير محجبة سيادتك قلت لي صلاتك بالقواعد وبالأركان تمام صحيح صيام ربما أنا قصرت في جانب من الجوانب في عبادة من العبادات في مطلوب شرعي من المطلوبات هذا لا يعني أن لا يبطل الأخر العبادات الأخرى بطلت مزبوط. أو لم تكن صحيحة لا كل العبادات التي وقعت في موقعها الشرعي الصحيح وفق الأركان والشروط والمتطلبات هي صحيحة والذي قصرت فيه نرجو الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنا ولا أثر له على العبادة التي صحت. مولانا هل للمرأة أن تتناول عقاقير لمنع نزول الدورة الشهرية ليتسنى لها صيام رمضان؟ هو لا مانع من أبدا من حيث إن المرأة إذا لم يكن هناك ضرر عليها والذي يحدد هذا الضرر من تناول الأدوية والعقاقير التي تؤدي إلى تأخير الدورة أو رفعها مدة هذا الشهر الذي يحدد الضرر من عدمه هو الطبيب. فإذا قال لها الطبيب لا مانع من أن تتناول الأدوية التي ترفع الدورة الشهرية لأجل هذه العبادة لا مانع وهذا أفتي به في رمضان وفي الحج أيضا في موسم الحج أنت عارف الترتيبات معينة فالمرأة تخشى أن تنزل عليها الدورة قبل أن تطوف طواف الإفاضة وتصير في حرج شرعي
هل تنتظر والرفقة ستفوتها وحجز الطيران وغيره من الأشياء المعاصرة، ولا ممكن تأخذ أدوية معينة ترفع عنه؟ لا، روح للطبيب، إن قرر الطبيب بأنك أنت لا ضرر فلا مانع من أن تأخذي أدوية. لكن في رمضان يعني بننصح أيضا أن الست تترك قدر الله سبحانه وتعالى فيها في هذه الحالات، لكن إن أخذت فلا مانع منه شرعا طالما لم يضرها هذا التناول بشهادة الطبيب. مولانا، التسامح في رمضان عنوان عظيم جدا جدا، هل يجرح صيامي ان انا لسه على خلاف مع جاري ما تصالحناش، وتنصحنا بايه؟ انا انصح بان رفع الخصومات في هذا الشهر وفي غيره بطبيعة الحال، من كان مخاصما او لا يتكلم مع احد او زعلان من حد، لهذا الشهر فرصة. وعلى فكرة الإنسان لما بالتجربة يعني لما بيكون بينه وبين إنسان تاني شيء، لما بنبدأ حتى ولو كنت أنا مظلوم ورحت، فبيحدث نوع من التقارب، ربنا بيحدثه فيما بين الاثنين كأنه يصلح بينهما. ولذلك سارع أنت أو سارع أنت، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، لقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرئ أن يهجر، لا يحل لمؤمن أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. الذي يبدأ بالسلام قوي، حتى لو أنا مظلوم جاي علي الظلم، نعم، مغبون، أنا شجاع سواء كنت ظالما أو مظلوما. الشجاعة أن نبدأ، أن نتحرك نحو الآخرين، أن نسرع إلى إزالة الخصومة. ده الإشكال ليس في مجرد الهجر البسيط، ده نحن نجد مثلا في ساحات القضاء على أتفه الأسباب في خصومات عتيدة وقديمة ينبغي أن ترفع بمناسبة شهر رمضان. ينبغي أن نرجع، وإذا كانت هناك قضايا في المحاكم يمكن التنازل عنها، أن نسرع نحن الطرفين، أن نسرع إلى القضاء كأطراف خصومة ونقول له والله إحنا تنازلنا لبركة وكرامة لهذا الشهر الفضيل، نحن نريد أن نعيش في سلام، سلام نفسي وسلام مجتمعي. أيضا من الأسئلة التي تتعلق بشهر رمضان، يبدو أن الضمائر بتكون يقظة في رمضان، فهو بيسألني بيقول لي استخدمت شبكة الانترنت الخاصة بجاري بجاره يعني دون علمه عن طريق الواي فاي، ومنها بعد طبعا سرقة الإشارة وحرام الدش، كل ده موجود دلوقتي. ما دام ثبتت الملكية لأحد فهذا مال، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. الطيب النفس إنه عبر عنه يعني بإذن، ويقول أنا راضي اتفضل. هذا الكلام إما لفظا يعني يقول له أنا أذنت لك تفضل خد، أو هو يجي يوصل أو شابه ذلك، وكل الأنظمة القانونية تسمح به أيضا. أيوه. نمرة اثنين أن يجري به العرف مثلا، يعني احنا مثلا في الحقل لما واحد يكون عنده غيط وفي ثمرة بتتاكل يعني أيا كان العرف، فبنقول له اتفضل كذا فبياخد، هذا حلال. طيب احنا هتعرف في البلد اللي بينزل غطة تانية ياخد منه مفيش مشكلة، يبقى ده العرف ده اذن ضمني. أي. لكن لو حجرنا مزارعنا واعلنا ان محدش ياخد من املاكنا، خلاص نمتنع جميعا. لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيب نفس منه. ولذلك لابد من الرضا. أيوة. والتراضي على التصرف. الرضا والتراضي عناوين مهمة جدا من صحيح الإسلام وصحيح الدين، ومع صحيح الدين دايما وأبدا نلتقي بكم يوميا في رمضان. الشكر الخالص لمولانا الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، ولكم جميعا، وأترككم في رعاية الله وأمنه.